ألا تجد الأمر مستغربا بعض الشيء؟ يعني الطائرات المدنية لا يسمح لها بالتحليق في الأجواء، هذه الأجواء الطقس المتقلبة، فما بالك بطائرة رئيس وتضم أيضا إلى جانبه وزير الخارجية وعدد من القادة؟ بالطبع يعني هناك علامات استفهام كثيرة وحالة من الغموض الشديد وحول يعني ظروف هذا الحادث. الرئيس إبراهيم رئيسي كان في مهمة، كان في افتتاح أحد السدود ما بين أذربيجان وما بين إيران، وكان حاضرا مع الرئيس علييف رئيس الأذربيجاني، وهو ذهب إلى بطائرته المدنية إلى مدينة تبريز، ومن هناك طبعا منطقة وعرة لا توجد فيها أي حتى طرق عادية حتى لدخول السيارات أو التحرك، ومنطقة جبلية عبارة عن يعني جبال مرتفعة ثم وديان صحيقة، منطقة بها ضباب كثيف، منطقة أيضا هناك أمطار شديدة، يعني حالة من الطقس حتى يصعب لأي ملاحة أن تتحرك فيها. ومع ذلك بعد أن تم الانتهاء من افتتاح السد عاد الرئيس بموكبه من 3 طائرات. ثم هنا أيضا علامة استفهام كيف أن الطائرتين من الطائرات الثلاثة هبطت بسلام في مطار تبريز، بينما اختفت الطائرة التي تقل الرئيس ووزير الخارجية وممثل المرشد في محافظة أذربيجان الشرقية ومحافظ أذربيجان. وهذا بيعني أن المفترض أن رئيس الجمهورية يعني رأس الدولة والرجل الثاني في إيران بعد المرشد، المفترض أنه يحاط به حالة من التأمين العالي، حالة من الاستنفار، لكن أن يكون هذا الأمر يعني تختفي طائرة بكل هذه السهولة ثم يقال أن هناك طائرتين ذهبتا وهبطتا بسلام، يعني كيف هذا؟ يعني علامات استفهام وحلقات مفقودة في هذا الأمر، وهذا بيعكس حقيقة ربما بيثير من الأسئلة وعلامات الاستفهام حول دوافع وحول ظروف هذا الاختفاء. هل هي فقط يعني حادث عرضي خاص بعوامل طقس، يعني حدث قدري، أم أنه تقني، أم أن هناك عوامل أخرى متعلقة بعمل استهداف أمني، خاصة الآن هناك تكهنات وسيناريوهات عديدة حول المنطقة التي يعني تحرك فيها الأمور تتضارب، لكن حتى المشاهد التي وردتنا والتي على الهواء الآن تظهر من طائرة تركية طبعا، تظهر الضباب الكثيف يخيم على هذه المنطقة، كيف يسمح لطائرة رئيس الدولة أن تطير في هكذا جو؟ بالطبع هذه نقطة أيضا أحد العلامات الاستفهام، يعني أنت تتعامل مع رئيس دولة المفترض أن هناك يعني قدرات عالية فيما يتعلق بحالة الطقس، فيما يتعلق بمسار الطائرة، فيما يتعلق بالملاحة، فيما يتعلق بالاتصالات، يعني فقد الاتصالات تماما، ونحن نعرف أن الطائرات العمودية والمروحية ليست كمثل الطائرات المدنية، ليست بها صندوق أسود يعني يحفظ السجل المكالمات سواء داخل الطائرة أو بين الطيار وبين يعني برج المراقبة وغيرها من الأمور، وبالتالي كان نوع من علامات يعني الاستغراب حقيقية حول مسار الطائرة، حول تحركها، حول المكان الذي تتحرك فيه، حتى عندما يعني نسمع ونقول أن فرق الإنقاذ يعني تركت السيارات في منطقة بعيدة ثم الآن يعني تختفي أثر الطائرة أو المروحية الرئيس على الأقدام، هذا بيعني الصعوبة الكبيرة في هذا المكان والصعوبة الكبيرة في تحديد، يعني بعد أكثر من 12 ساعة تقريبا لم يتم الوصول حتى إلى الحطام، وأيضا قدرات إيران يعني الاستعانة أيضا بمسيرة تركية، هذا بيعكس أيضا القدرات الضعيفة لإيران خاصة في مجال الطائرات المروحية، واضح أنها طائرات قديمة لم تتم على ذكر الطائرات القديمة لإيران، طائرة الرئيس رئيسي الرئيس الإيراني هي يعني من طراز بال 214 ذات الحادث، لكن قبلها أيضا كان يركب طائرة أخرى سوفيتية الصنع قديمة للغاية هي ميل 117. هذه الطائرات القديمة كيف لرئيس دولة أن يركب هكذا طراز في ظل أن وليس الرئيس فقط لكن أيضا معه عدد آخر من القادة الإيرانيين قادة الدولة؟ يعني اولا استاذ كمال هناك سجل في ايران لسقوط الطائرات المروحيات، صحيح. يعني حدث كثيرا اكثر من مره في ايران منهم وزير الشباب، لكن الامر الثاني ايضا معروف ان نقطه ضعف ايران الرئيسيه هو في سلاح الجو الايراني، يعني بسبب العقوبات ربما الميزه النسبيه التي تتمتع بها ايران في مجال القدرات العسكريه ربما هي الصواريخ البالستيه بعيده المدى، وايضا فيما يتعلق بالمسيرات ليس المسيرات الزوارق البحريه، فيما يتعلق بالزوارق البحريه والتحرك، فيما دون ذلك القوات الجويه الايرانيه تعاني من ضعف شديد
ليس لدى ايران قوه جويه ضاربه ايضا فيما يتعلق به قوه المدرعات الدبابات مثلا على سبيل المثال، وبالتالي ما تمتلكه ايران او قواتها العسكريه الاساسيه هي في هذا المجال، البرنامج الصاروخي الايراني الذي استثمرت فيه ولديها صواريخ بعيده المدى حتى تصل الى مقارب 10000 كيلومتر، وهي طورت كل هذه الاجيال من الصواريخ. ايضا هي تحاول في مجال المسيرات، لكن حتى في المسيرات من يتم الاستعانه به الان هو مسيره تركيه وليس مسيره ايرانيه، وهذا ايضا احد المزايا النسبيه لتركيا في مجال صناعه الطائرات المسيره وايضا المروحيات ذات الرؤيه الليليه. وبالتالي يعني صعوبه ضعف القدرات والتباطؤ في التحرك، يعني كان يمكن مفترض ان حارس بهذا الحجم يحمل رئيس دولة كان المفترض أن يتم في خلال ساعات الكشف عن الحقائق وموقع الطائرة ومصيرها ومصير الرئيس. أيضا هناك حالة من الغموض فيما يتعلق بالبيانات الصادرة حتى من المسؤولين الإيرانيين، هناك حالة من التكتم الشديد. لكن الآن أنا في اعتقادي هناك الآن قناعة لدى يعني غالبية النخبة الإيرانية وحتى منهم المرشد علي خامنئي الذي يعني أثار تصريحات بعد اجتماع مجلس الأمن القومي وقال يعني أعطى بيان ممهد للشعب الإيراني بأن الأمور يعني يدعوه إلى الاطمئنان وليس القلق، أن الأمور ستسير ويعني دعا إلى أن عودة الرئيس إلى حضن الأمة. لكن أنا في اعتقادي هناك الآن قناعة، الحديث الآن هي مرحلة ما بعد الرئيس إبراهيم رئيسي،